ترتفع وتيرة المعارك المسلحة بين قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات. فقد أفشلت وحدات الجيش الوطني في محافظة البيضاء العديد من محاولات الميليشيات استعادة المواقع التي خسرتها في جبهة الوهبية الواقعة بين مأرب والبيضاء. وفي الجوف تواصل قوات الجيش الوطني انتصاراتها على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية بعد أن استطاعت وحدات الجيش الوطني تأمين المناطق المحررة وانتشار وحدات من قوات الأمن والتقدم باتجاه أولى قرى مديرية برط العنان. أما في تعز فقد نجحت قوات الجيش الوطني في استعادة تبة الكربة في الجبهة الغربية للمدينة بعد معركة ضارية تكبدت فيها الميليشيات 5 قتلى والعديد من الجرحى. شهدت الليلة الماضية هجوم للميليشيات الانقلابية على منطقة المحيط جبل الهان وعلى منطقة الصياحي وعلى منطقة التسلل للميليشيات إلى منطقة البركنة في الربيعي بالقرب من جبل المنعم، وتصدت لها قوات الجيش الوطني وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن ألحقت بها خسائر مادية وبشرية. الرفض الشعبي والقبلي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات يتسع يوما بعد آخر حتى وصل إلى الرفض المسلح، كما حدث في اشتباكات قبائل خولان التي منعت الميليشيات من خطف أحد وجهائها. حالة التململ والرفض المجتمعي الشعبي القبائلي للميليشيات هو يوضح بشكل كامل أن الميليشيات بدون حاضنة، المجتمع يرفض هذه الميليشيات ممارسة وعملا. ما حصل في الحدا، في القفر، في النادرة، في أكثر من منطقة من مواجهة الميليشيات ورفض تسليم البعض العناصر القبلية ومانعته هي واحدة من أبرز الأدلة أن الميليشيات اليوم تفقد حاضنة المجتمعية. كلما تقدمت قوات الشرعية نحو العاصمة صنعاء زاد تحرك القبائل ضد الميليشيات في محافظات إب وذمار وصنعاء وزادت حدة المواجهة. انتصارات كبيرة يحققها الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ورفض شعبي وقبلي واسع للميليشيات الانقلابية وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كما يحدث في محافظتي إب وصنعاء. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.